المتحدث الثالث في هذه الجلسة الدكتور أحمد حسام الدين من جمهورية مصر العربية. الورقة بعنوان تحليل الجهد المتولد بالحث في خطوط الأنابيب المعدنية المدفونة من خطوط النقل من خطوط نقل الطاقة الكهربائية والتخفيف من خطورتها. دكتور أحمد حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية بالإضافة إلى درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. حاصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة هيروت وات بأدنبرا بالمملكة المتحدة. لدى الدكتور أحمد خبرة كبيرة شارك خلالها في عضوية عدد من المجالس والجمعيات واللجان الوطنية والإقليمية والدولية. حاصل على براءتي اختراع مسجلة في كل من بريطانيا وأمريكا. أستاذ زائر في عدد من الجامعات الإقليمية والدولية وباحث رئيسي في عدد من المشاريع الممولة من خارج جامعة الإسكندرية. رحبوا معي بالدكتور أحمد. 20 دقيقة دكتور أحمد. شكرا معالي. شكرا معالي رئيس الجلسة. الإخوة والأخوات الحاضرين للندوة اللي بشرف بالحديث فيها، وبقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. البيبر زي ما قدم معالي رئيس الجلسة عن تحليل الفولتجز والكرنتس الانديوزد في الميتاليك بيرد بايب لاينز وازاي نعمل لها ميتيجيشن ونتخلص منها. الحقيقه الشغل ده كان مجموعه من الابحاث، ثم خدنا براكتيكال خط بايب لاين، خط سوميد يمكن حضراتكم عارفينه، بيطلع من السخنه في السويس إلى أن يصل إلى سيدي كرير في اسكندرية، مسافة طويلة. نمو أو الاطراد في استهلاك الكهرباء والحاجة إليها خلى مفيش مجال لأن ما يبقاش فيه ترانسميشن لاين بيمر بجوار بايب لاين. ده خلى أن الرايت أوف واي ما هواش دائما فاضي، بالعكس. فحتى لما جم يصمموا بعض الخطوط البايب لاينز اضطروا انه يعدوا في الكوريدور بتاع الترانسميشن لاين، وبالتالي كان لازم نعمل ميتيجيشن لهذه الامور. انا الحقيقه مش هتكلم بالتفصيل على ازاي، حضراتكم عارفين ان الاوفر هيد ترانسميشن لاينز لها electromagnetic fields، electric field وmagnetic field. الالكتريك فيلد ده مقدور عليه، كلنا عارفين، نقدر نعمل earthing ونقدر نعمل fence ونعمل كل هذه الامور، والجراوند واير ممكن يساهم في تخفيض الانتنسيتي بتاع الالكتريك فيلد. الماجنتيك فيلد هو ده البروبلم الرئيسيه، وبالتالي ده المشاكل الأساسية. فكان لازم نحسب قيمة الماجنتيك فيلد ونجيب البرميابل أو المسموح به للماجنتيك فيلد ونحاول نعمل ميتيجيشن للأمور دي. طبعا حضراتكم عارفين أنه الانترفيرنس ده بين الماجنتيك فيلد والبايب لاينز بيسبب أشياء كثيرة، بيعمل الهازرد على البرسونال اللي بيشتغلوا على البايب لاينز، التاتش فولتج والستيب فولتج ما بيتحققش اللي هو ال 15 فولت، فبيعمل مشاكل بيأفكت البايب لاين نفسها. أبسط حاجة إنه بيعمل لها كوروجن فبيحصل سبيل فبتفقد كمية من البترول أو الليكويد ترانسفيرد أو الغاز ترانسفيرد، فده بيعمل خسائر كبيره جدا. ايضا بيأثر على الكاثوديك بروتكشن اللي معمول للبايب لاين عشان ما يحصلش فيها
الكوروجن بيأثر أيضا على الكوتينج بتاعة البايب لاينز. حكاية الالكتروماجنتيك فيلدز وتأثيرها طبعا كلنا عارفين ده بيحصل يا إما بكوندكتيف افكت يا إما بكاباسيتيف افكت يا إما بالاندكتيف افكت. الكوندكتيف والكاباسيتيف ده بتأثير الالكتريك فيلد اللي احنا بنقول نقدر نحل المشكلة ونقدر نتغلب عليها. انما الماجنتيك فيلد هو ده الاندكتيف بروسيدير وده بيحصل عن طريق ميوتشوال اكشن من الماجنتيك فيلد على البايب لاين which is a conductor صحيح انسوليتد لكن هنشوف ازاي بيحصل. فحاولنا نعمل للبروبلم دي ميتيجيشن. فانا هتكلم دايركت على الاندكتيف كابلنج. الاندكتيف كابلنج بيأثر تأثير مباشر وله عوامل الجيومتري والكوريدور اللي هو ماشي فيه وقرب الكوندكتور من الترانسميشن لاين. طبعا ازاي بتحسب الالكتريك فيلد؟ انا كان لازم انوه عن المعادله اللي انت بتستخدمها علشان خاطر نعمل البروجرامات بعد كده. الكاباسيتيف افكت بالتشارج سيميوليشن وده عمليه سهله. فاحنا عملنا ماتلاب بروجرام علشان نعمم المشكله ما نحلش مشكله صامد وبس عشان تبقى المشكله عامه ونقدر نحلها. الماجنتيك فيلد بيتحسب زي ما انا كاتب كده. انا حبيت بس في البيبر انوه عشان اللي يقرا البيبر يقراها بالكامل ويستفيد منها ان شاء الله. بتكلم على ازاي بنحسب الكالكوليشن. بتبقى البايب لاين كانها ترانسميشن لاين له الزد وله الواي والسورس بيبقى موجود اللي هو ال induced voltage اللي بيتولد على البايب لاين. فبنستخدم الشكل ده. الموضوع الكوروجن انا يعني هدخل على الموضوع المهم. الكوروجن لما حسبنا عده حالات وحللنا عده اشياء يعني الشغل ده الحقيقه طلع من كذا بحث وكذا محاوله مع شركة صامد لأن الباحثين كانوا مهندسين صامد. أنا عضو مجلس إدارة شركة النقل البورد والشركة القبضة فكان عندي فرصة يبقى عندي كل الداتا فقدرت أحقق الحكاية دي. الكوروجن لما قسنا الكرنت دينستي الاي سي اللي بيحصل فكان ال 20 امبير بير مليمتر سكوير بيعمل بوسيبيليتي. ال 100 بيبقى خلاص هيحصل. لو كان 150 فديفينتلي كان بيبقى البوسيبيليتي عاليه. وطبعا هنا تقدر تحسب الفولتج اللي يعمل عمليه الكوروجن فهتلاقي ان الفولتج ده قد يصل لحوالي 4 فولت. فتخيل 4 فولت انديوسد فولتج بينما الامكانيه انه يبقى فيه كرنت 150 امبير على المليمتر سكوير او 100 فطبعا الفولتج بيبقى اعلى من كده في حدود 100 قد يصل 150 و170 هنشوف دلوقتي. ده برضو كله بيحدد الاي ام اف اللي هتتولد وابعاد بيهمك هنا ابعاد الترانسميشن لاين. هل هو من الهوريزونتال كونفيجريشن ولا هل هو من الفيرتيكال كونفيجريشن؟ احنا عندنا الحقيقه موجود نوعين. موجود على شبكة اليونيفايد جريد. حضراتكم عارفين اليونيفايد جريد في مصر ال 220 كيلو فولت وال 500 اللي هي الهوريزونتال تايب. ده موجود في مصر وأصبح دلوقتي الإحلال بيتم على أساس النمو والاضطراد وما لا يخفي على أحد اللي بيحصل من باور كات في مصر والقصة دي. يعني هنا بعد ما عملنا البرنامج الماتلاب ده بتحط يعني ديفلوبت البرنامج بحيث ان انا احط البايب لاين داتا والترانسميشن لاين داتا. فكل الكلام ده انا مش يعني اخش في تفصيلاته قوي لانه هياخد وقت
والرئيس تلتسا. انا بس بوري ان الترانسميشن لاين كونفيجريشن له تاثير. اذا كان فيرتيكال كونفيجريشن يعني اللي هو ال 220 كيلو او هوريزونتال كونفيجريشن اللي هو ال 500 كيلو فولت، هنا تاثير لما حطينا البايب لاين في الكوريدور تحت بالظبط طلعت النتائج كده، طلعت النتائج كده، وده بالقياس وبالبرنامج. يعني عملنا شغل ثيوريتيكال وحققنا عمله فاليديشن بالاكسبيرمنتال والقياس تحت الترانسميشن لاين. واضح هنا ان الفولتجز في الفيرتيكال اعلى من الهوريزونتال، بينما الكرنت واصلا الكرنت ايضا الاثنين تحت في السنتر لاين تحت اللاين، فواضح ان الفيرتيكال جريتر عن الهوريزونت. هيحصل العكس لو بعدنا البايب لاين، فاحنا بعدنا البايب لاين 30 متر، او يعني قسنا عن 30 متر وعلى عمق متر ونص من سطح الارض، فحصل العكس. وده طبعا واضح انه الالكترو الماجنتيك فيلد كان بيحصل له كانسليشن في الهوريزونتال، بينما الماجنتيك فيلد بيحصل له سترينثينج في حاله الفيرتيكال. لما ببعد البايب لاين بيبقى كل واحد من الثلاثه فيز تاثيره جاي، او من الترانسميشن لاين تاثيره جاي على البايب لاين اللي على بعد 30 متر. حاولنا بقى نشوف تاثير الهايت بتاع التاور وكده، لقينا ان التاورز بالعلوات المختلفه كل ما الهايت زاد كل ما قل التاثير، لان انت بعدت المسافه. ولو شفت في المعادله بتاع حساب الالكتريك الماجنتيك في الانديوسد ماجنتيك فيلد هتلاقي ان الاس فيجر مهم جدا، المسافه فيجر مهم جدا. فكل ما بتعلى طبعا كل ما التاثير بيقل لانه بتبعد الماجنتيك فيلد. شفنا تاثير اللود كارنت طبعا، لان عندنا احنا ثلاثة هاي فولتج 66، وعندنا ال 220 اللي هو اليونيفايد جريد، وعندنا ال 500. البرنامج ده بيعمل كل الشغل لاي حاجه، يعني ينطبق على اي حته في اي مجال. وانا عملت على شبكه فرنسا وقدمت بيبر في السجري كانت على شبكه فرنسا، الناس استغربوا قوي انه بعمل على شغل على شبكه فرنسا. هنا واضح ان كل ما اللود كارنت بيزيد ده اكيد الماجنتيك فيلد بيزيد، فبالتالي الحكايه واضحه. لما خدنا 520 امبير، ودي ارقام حقيقيه موجوده على الترانسميشن لاين، 650 780، واضح ان 780 كان هو اعلى واحد. خدنا الايفكت بتاع الكوتنج ريزيستنس بتاعه البايب لاينز، كل ما الكوتنج ريزيستنس بتعلى الفولتج بيزيد، بينما الكرنت طبعا بيقل. خدنا تاثير لما الكروسنج، لما بيحصل كروسنج للبايب لاين على الترانسميشن لاين، ما يمشوش، يمشوا ان بارلل شويه في الكوريدور وبعدين يحصل الكروسنج. فخدنا تو كروسنجز زي ما حضراتكم شايفين هنا، التو كروسنجز هنا مشى بارلل 10 كيلو ودخل خمسه، خدنا على خمسه ودخل الناحيه الثانيه خمسه. واضح ان التو بيكس دول اللي حصلوا، انا معلش انا متاسف نسيت استخدم البوينتر عشان اقول ادي بيك اهي وادي البيك الثانيه اهي، ويحصل في النص الالان، وانما الكرنت يفضل بهذا الشكل. بعد كده اخذنا حبينا نعمل دراسه اكتر عشان نشوف نعمل انسوليشن على الفلانجات بين البايب لاين،
ونشوف التأثير. واضح ان التأثير في ناحية موجود اهو، يعني اهو اهو عالي من ناحية اللي ما هياش انسوليتد، وبيروح للزيرو عند الناحية اللي الانسوليتد. طبعا درسنا حالة الفولت. حالة الفولت حالة خطيرة لان الكرنت كبير جدا، فالماجنتيك فيلد الناشئ رهيب جدا، فدي حالة لازم تدرس ونهتم بيها. خدنا حالة لو الفولت، لو الفولت لوكيشن في نص الترانسميشن سيستم، والشبكة اللي مغذية من ناحية دي 5200، أنا هي مكتوبة 5000، لا هي 5200، والناحية التانية 3000 أمبير. واضح الابربت تشينج بيحصل، ابربت تشينج هنا اهو، واضح اهو هنا في الانديوز فولتج، وواضح هنا في الانديوزد كرنت. والارقام زي ما حضراتكم شايفين بتوصل لحوالي 4800 فولت في الانديوزد، فده منتهى الخطوره. الميتيجيشن طبعا له ميثودولوجي، ان احط انسوليتنج، ان انا احط بين البايب لاينز، ان انا على الجوينتس، ان انا استعمل ايرثنج، البولاريزيشن سيل، الجريدينت واير كنترول، الجراوند مات اللي يمكن سالت المهندس عليها في الجلسه اللي فاتت. لما استخدمنا يوزنج انسوليتنج جوينتس على تو تيرمينالز بتاع البايب لاين وهو ماشي ان بارلل مع الترانسميشن لاين، واضح انه هنا الوضع العادي خالص اهو، وضع العادي خالص. ولما بيحصل ان واحده هي اللي واحده بس هي اللي واصله، بتتغير الشكل، وده واضح هنا، والتاني يونيفورم عادي. دكتور احمد 5 دقائق. حاضر. بعد كده احنا اضطرينا ان احنا نشغل، نقسم البايب لاين لسيجمنتس، فقسمناه الاول تو سيجمنتس، فحصل الشكل ده، التو سيجمنتس اهو، ادي السيجمنت الاوليه، وكانت 45 متر، ف 22 ونص هنا و 22 ونص، ده ال 45 اهو، ده الكيس الاولى، ودي الكيس الثانيه. قل الانديوسد فولتج لما حطينا 3، قل خالص الانديوسد فولتج، وقل قوي قوي الانديوسد كرنت. لما عملنا عند الانسوليشن جوينت حطينا، عملنا ايرثنج، فعملنا ايرثنج من البدايه والنهايه، فخدنا ايرثنج ريزيستنس، ده برضو كان من الاسئله اللي سالت، نص اوم، 2 اوم، 5 اوم، فلانها تفرق كتير قوي، فواضح قوي ان الخمسه الاول طبعا اوبن لاين اهو انفينيتي، يعني ما فيش ايرثنج. الخمسه هي نزلت، الاثنين نزلت احسن، النص طبعا احسن بكتير بكتير. ده سمرايزيشن لكل الحسبايه على الديفرنت فولتجز لما ما فيش ايرثنج، الخمسه الاثنين النص، واضح انها بتقل، الانديوس فولتج بيوصل ل 19 فولت او 18 ونص، بينما في الانفينيتي بيوصل ل 416. ده كل دي وسائل من وسائل الميتيجيشن. Using combination of insulation joint to earthing، فكررت نفس الكلام دوت، بس هنا عملت ثلاث حالات بأربعة insulation joint والearthed في الأول وفي الآخر. وطبعا واضحة النتائج، فالنتائج مبينة قوي إن النص أوم أحسن من الاثنين أوم، أحسن من الخمسة أوم، طبعا أحسن من إنه ما يبقاش earthed. فممكن قوي تعمل حركه انسوليشن جوينت وما توصلش للي انت عايزه، توصل للي انت عايزه بواسطه انك تقرب ايضا البايب لاين. ده بيوري برضو، بيوري ان كل ما بتعلى الريدكشن فاكتور
كل ما بيعلى لما تبقى النص اوم، النص اوم هي اللي فوق والاثنين هي الازرق والثاني هو الخمسة اوم. انا حوصل للكونكلوجنز عشان معالي رئيس الجلسة. فالانديوسد فولتج جيتس بروجريسيفلي ريدوسد as one move away from the center of the transmission line corridor. The vertical configuration بتاع conductors preferred when a metallic pipeline is shifted from the corridor. لا أسف في النص بتاع الكوريدور. لما تبقى shifted يبقى هي اللي بعدها. The induced voltage on the pipeline increases with increasing the coating resistivity. رغم ان حد يعتقد انه ده معزول البايب لاين، انما الفولتج هيعلى، الانديوس فولتج هيعلى زي فكره ترانسفورمر وميوتشوال اندكشن بين تو انسوليتد كوندكتور. اللي بعد كده ذا ترمينيتنج امبيدنس يوزد ات ذا اكستريمز اوف ذا زون انفلوينس فيري ماتش significantly the effect of the induced voltage along the pipeline. زي ما قلنا لما يعمل عملية الكروس. The profile of induced voltage also depends on the on whether the pipeline is grounded or left open. طبيعي. For mitigation, the interference problem as the number of installed insulation joints increased along. لكل ما احنا شفنا كل ما بقل ما بزود الانسوليشن جوينتس وبقسم اللاين كل ما بوصل للريدكشن كبير جدا. بس ده مكلف طبعا، ده مكلف. ايضا الايرثنج، لان في لو بصينا في التيبل اللي انا جبتها هنلاقي ان عدد اللي عشان اوصل لبوينت 2 محتاج عدد اكبر من الالكترودز، مش كده ولا ايه؟ increasing the number of earthing electrodes will reduce the induced voltage, but it will raise the induced current. It is recommended to make the earthing system from أنا الحقيقة جربت كذا إلكترود، جربت المغنيسيوم إلكترودز وجربت الأيرون إلكترودز، مثل كلادد يعني، فلقينا إن المغنيسيوم أحسن من الجلفونايزد ستيل أو المثل كلادد. Installation of insulating joints has marginal influence on voltage mitigation when used with low values of earthing electrodes. يعني الحكاية مش مفتوحة، لا ده في optimal point، ده في من البرنامج توصل لoptimal point وعدد محدد، امتى استخدم البوينت 2، امتى استخدم ال 2، امتى استخدم ال 5. طبعا في الفولت كونديشن ما واضح الابربت اللي موجود كان واضح جدا، وده فيري دينجرس وفيري ليثل. فده احد الزملاء اللي سبقوني النهارده سماه اكسيدنتال ايرور او سماه قذري. فقذري ان يكون ناس بتشتغل على الترانسميشن على البايب لاينز ويحصل فولت على الترانسميشن لاين، فدي طبعا هتبقى ليثل وهازارديس، لكن نحطها تحت. رغم انت حاطط الميتيجيشن المضبوطه لكن دي تحطها تحت القدريات. بشكرك. يعطيك العافيه دكتور احمد.